هو حد عمل زيكم؟ هو حد حافظ على بلده زيكم؟ تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت. يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة. شرف عظيم أن أتولى رئاسة مصر. مصر التاريخ والحضارة العظيمة، مهد الأجيال، ومصر الأنبياء، منبع الفنون والآداب والعلوم. اسلمي يا مصر إنني الفدا، دي دي إن مدت الدنيا يدا. أبدا لن تستكيني أبدا، إنني أرجو مع اليوم غدا. ومعي قلبي وعزمي للجهاد، ولقلبي أنت بعد الدين دين. لك يا مصر السلامة وسلاما يا بلادي، إن رمى الدهر سهاما أتقيها بفؤادي. واسلمي في كل حين. بتعمل ده كله لو ما كانش وعي المصريين يحوط عليه يضيع. للعلا أبناء مصر للعلا، وبمصر شرفوا المستقبل. وافدا لمصرنا الدنيا فلا نضع الأوطان إلا أولا. جانب الأيسار قلبه الفؤاد، وبلادي هي لقلب اليمين. لك يا مصر السلام. Amen.